السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم سيباوي بودكاست، ورجعنا لكم من جديد في فيديو جديد أعزائي المشاهدين. وكان لازم علي أذكر عمان قبل ما نتكلم في السعود والفتى الداشر مدمن ألعاب الفيديو حمودي ولي عهد المهلكة، وأقول آخرتها مع اللجنة العليا والقرارات الغير مدروسة للأسف. وللعمانيين أقول كيف حال كورونا ونقص الأكسجين، والجالية الهندية التي في عمان ترسل شحنة زين، وصديقنا أريندام مثل ما تشوفوا في هذه التغريدة يثمن جهود السلطان والحكومة العمانية والجالية الهندية في عمان لتوفيرهم تلك المواد. وأتوقع أن بعض مؤسساتنا الصحية في أمس الحاجة لتلك المواد، خصوصا المكثفات وأسطوانات الغاز للأسف. ولكن خلونا من هذه الأشياء. والغريب أن حتى لما نقلوا الخبر وعرب كان في تفاصيل تم تغييبها، ما علينا دام الشعب راضي، براحتك يا الشعب وعيش، والقادم أفضل صح. والحين خلونا مع الفتى الداشر، وموضوعنا هو العماني يجلد السعود، فيا الربع let's go. ورجعنا لكم، وأولا نبدأ وأقول الحرية لجميع معتقلي الرأي في الخليج والمظلومين من أبناء الخليج أينما كانوا، وأيضا الجاليات الغير خليجية المتواجدة في خليجنا العربي وسجون الظلم. وأدعو جميع الحكومات بإطلاق سراحهم وإرجاعهم لأهاليهم. بداية قصتنا أعزائي تبدأ من سروال المؤسس أو الموسوس اللي تحبوه، اللي أنجب حفنة من الأشاوس وآخرتها نكبة المهلكة اللي تمثلت في محمد بن سلمان الفتى الداشر. تبع قصتنا اليوم، والفتى الداشر تاريخه خايب مثل إنجازات الخايبة، واللي تمثلت في تخفيف المعاناة على أهلنا في اليمن ووحدة الصف اليمني كما صرح قبل سنين. وأشوف معاناة أهل اليمن بعد 7 سنوات لا زالت مستمرة وزادت واستفحلت، بس ما علينا، يمكن الولد فلتة وتفكيره أكبر من أن نحن نستوعبه، ونحن ما ندري كل شيء جايز صح. لا نجي أيضا لاعتقال العلماء والمفكرين والكتاب من سفر الحوالي إلى سلمان العودة إلى حسن المالكي إلى الفوزان وغيرهم وغيرهم من مفكرين وكتاب واقتصاديين. ولأجل ماذا؟ لأجل تعبيرهم عن آرائهم ووجهات نظرهم. أقول للدب الداشر فتانا تبا لك. ونأتي على إنجازاته في تشريد وقتل وحبس أهلنا في تندحة والحويطات، وماذا فعل بالحويطي؟ للأسف لم يكتفي بقتله وادعاء أنه إرهابي، بل وسجن تقريبا 50 فردا من عائلته وعشيرته وتغييبهم وراء سجونه تحت الذل والإهانة والتعذيب للأسف. والسؤال للمسعود، هل عندك دم وغيرة أو حتى دين ورحمة أو حتى عاطفة أو إنسانية عشان تعقل للي صاير في المهلك؟ ولا قادر أنك تسكت على كل اللي تشوفه حواليك؟ معقولة تعيش الذل والهوان؟ تبن. وهل يكون عندك عادي إذا أنت وقعت فيه مثل ما وقعوا به إخوتنا
الموجودين والقابعين في السجون. ولدنا الداشر ما قصر، فشل اقتصاديا سياسيا اجتماعيا حتى ما يصلح يقود دولة. عقلية ألعاب الفيديو مشكلة، خصوصا لما يكون مدمن ألعاب فيديو يتحكم بمصائر الناس ويتحكم في دولة بقبضة حديدية مجنونة، ويجيك اللي يقول السعودية العظمى رقم صعب، رقم صعب يا ولدي والحوثي جالس يضرب فيكم. قال عظمى قال الله يعين، تابا لك. طبعا إنجازات الدب الداشر أو الفتاة الداشر الفلتة الغير طبيعية، فتى المهلكة محمد بن سلمان، تمثلت في حرب ضد اليمن وفشل اقتصاديا في السياسة الاقتصادية وأحلام الكبيرة وخططه اللامعقولة وطموحاته اللامحدودة واعتقال الكثير وخصوصا جمعية حسم. ويقول الشهيد عبد الله حامد اللي مات بسبب إهمال طبي داخل سجون المهلكة، لا تستطيعون سجن جميع النشطاء، فالنشطاء مثل الزرع ينبتون كل يوم. ولا ننسى خاشقجي اللي قتله بدم بارد، بطل قصتنا لهذا اليوم، وللأسف مشى في جنازته بكل برود. أخ بس أخ. ومن سلمان العودة إلى حسن المالكي أو الزهراني أو سفر الحوالي أو الفوزان، وأخيرا أختنا الدكتورة لينا الشريف وعبد الله جيلان. ونتكلم عن لينا الشريف اللي اختفت في ظروف غامضة وتم اعتقالها وإخفائها قصرا دون توجيه لها أي تهمة، وأيضا عدم علمنا أو أهلها بمكانها أو مكان احتجازها للأسف إلى اليوم، وتم اعتقالها أو اختفت من تاريخ 5 يونيو 13 شوال الماضي إلى اليوم. وتم إطلاق هاشتاج الحرية للينا وهاشتاج معتقلين بلا سبب، أرجو من الجميع دعمهما. وأخيرا خلينا نرى هذا الفيديو لمطبل فنان للمهلكة، وانتو تعرفوه زين، ونشوف الفيديو وراجعين. خلاص تنتفي عن عاصفة الدولة، الدولة لا تمارس أعمال عصابات، هذه أعمال مافيا، ما هي أعمال دولة، أعمال مافيا. مافيا تتخلص من أعدائها بهذا الشكل، اغتيال اختطاف عفوا إلى آخره، فتنتفي صفتها كدولة وتتحول إلى عصابة تحكم دولة، تحكم شعب. وبعد ما شفنا الفيديو أقول يا شيخ أبغى أفهم شو الصنف الخرافي اللي أنت ضاربه عشان تتحفنا بطبلتك الخيالية. أخ بس أخ، أرجوك علمني عشان أشتريه وأعيش نفس جوك يا عمي. وطبعا ما بنسى أريد أستنكر بالشدة إعدام الشاب مصطفى هاشم الدرويش، والذي اعتقل وهو صغير قاصر تحت السن القانونية لوقفة احتجاجية هو شارك فيها عام 2015، ويتم إعدامه للأسف. ويحزنني هذا الوضع، ولكن نرجو أن لا يتكرر مع آخرين فعلا، وأرجو دعم مثل هذه القضايا يا إخوة. والفتى الداشر عليه حركات غريبة، يقولوا مرض ويقولوا أنه إدمان، لكن خلونا نشوف هذا الفيديو ونرجع. في اليمن هذه ليست أول أزمة تمر في بين المملكة العربية السعودية واليمن، فهناك أزمة مرت على وقت الملك عبد العزيز رحمه الله في السبعينات والثمانينات، وتم معالجتها في التسعينات، ومن ثم أتت الأزمة الأخيرة عندما بدأ الحوثي يتوسع في بداية 2015، ومن ثم انقلب على الشرعية على حدودها، فهذا أمر غير مقبول للسعودية، غير مقبول لدول المنطقة، وأيضا غير مقبول للشرعية على اليمن. نتمنى للوصول لحلول تكفل
حقوق الجميع في اليمن وتضمن أيضا مصالح دول المنطقة. العرض مقدم للمملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار. أكيد الولد يعاني ويحتاج نطمن عليه وكيف ما نحافظ عليه وعلى إنجازات سروال المؤسس. وأقول من مجرد مواطن حر إلى مواطن مجرد، لا تنسى تعرض المعتقلين لانتهاكات مختلفة، ولك استخدام خيالك في أنواع التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين في سجون ابن سلمان. ولا ننسى معتقلين اليمنيين والمعتقلين الفلسطينيين في سجون السعودية والمعتقلين الأردنيين وإخوتنا من مصر أيضا، لا ننساهم ولا ننسى كل صاحب حق في تلك المهلكة، وأدعو لهم بالفرج وأدعوكم بأن تدعموا القضية. وعزائنا إلى فقيدتنا آلاء الصديق وإلى أسرتها أحر العزاء، فلقد فقدنا فعلا إنسانة أعطت وما زال عطاؤها ساريا إلى اليوم وحتى الغد. رحمك الله يا آلاء، ونسأل الله لها الجنة ولوالدها الفرج. وتحية مني لكم، ولا تنسوا دعم القناة بلايك أو اشتراك. شوفوا معاي هذا الفيديو نقلا من تويتر معتقلي الرأي السعودي، فشوف الفيديو ونختم. مع السلامة، كان معاكم سيباوي، ادعموا القناة.